السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل سوف نعمل كثير من السيارات ورموز ومربع الأوامر. فجو سوف نفعل هذا الرمز يعطيني السيارة. هو سالمون كينج. هذا الكود يعطيك السيارات كما تريد. شوف كما تريد. هاتوا عادت السيارة الثانية اسمها زوبرا رشني. يعطيني السيارة هذيك اللي تعرفها. هذا المربع الأوامر تكتب هذه الكلمات، بعدها تمسح هذه الكلمات. هما الأرقام اللي قلت لك عليهم، أول قلت لك عليهم، واكتب لا 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 الأرقام بتاع البوس. كان زبطني أهما عمال بوس ما تبدل أما بعدين توصل لهذا خلاص فهم. مبروك عليك سيارة الشرطة. تو نقدر نغير سيارة الشرطة زينا أي لون تلقى بعد كان تكلم هيك. بعدين مبروك عليك سيارة. بعدين نجيب سيارة عادية بدون سيارة الشرطة. شوية مربع ترارا زي ما انت دبي كم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. شكرا للمتابعة ومع السلامة. ربي يحفظكم.